ازيك شباب، معاكم حلقة جديدة مع ايس تيوب جيمنج. النهارده هنلعب لعبة النحلة المنبوذة، واحب اشكركم جدا يا شباب على دعمكم الخرافي للعبة. وصلت الفيديو اللي فات 20,000 لايك، عشان كده انا النهارده تضامنا مع النحلة المنبوذة لبست اصفر يا شباب، عشان ادعم النحل، قصدي العسل بتاع النحلة العسولة دي. فان شباب عايزين بقى تتضامنوا مع النحلة دي، وصلوها بقى 20,000 لايك. ولو انت لسه جديد معانا وعايز تخش الخلية، اتمنى منك تنزل دلوقتي تشترك معانا في القناة، وخلينا شباب نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. فلايكاتكم بقى، وخلينا نبدا نتحرك لاخر مكان رحنا له بعد ما نزلنا في الماسوره وعدينا الكوبري. عدينا الكوبري قوي، بعد كده نزلنا الماسوره. فخلينا نشوف اذا كنا نزلت في سجن. شايفين الحاجات اللي معموله بالخطوط دي؟ اكنها بتعد الايام، او كان في حد موجود هنا يا شباب بيعد الايام. في لبن هنا ممكن ناخده. يا حق، مش بقول لكم في سجين هنا؟ اتخطر هيجري. استنى يا عم، خد انا شوف واحد عينيه حمرا شكله شرير ده. شباب معقولة ممكن يكونوا النحلة اللي شفناهم في الأول دول اتحولوا، خلوهم زي ناس شغالة عندهم؟ شكلهم يا شباب، وفي منهم أشرار. بقول لي ارجع من هنا. استنى أحاول أجري بسرعة. يلا الله. لا ما تلشش عليا شباب. نبعد يا مفتري. طب هنقرا منه ازاي ده؟ لا شباب، تيري بسرعة يا مفتري. حرام عليك يا راجل، شفتوا يعني في كمان منهم أشرار؟ بس يا عم يحط لك تي ان تي ده ولا ايه؟ يلا نجري نكمل نخلي بالنا. اوه يا جدعان الخشبه وقعت. طب وبعدين؟ بتيجي تاني. طب الحمد لله. نطلع جنب بسرعه. يلا يلا التانية هتقع. اللي بعده. اوه ايه البدايه الصعبه دي؟ شفتوا السجن محاصر ازاي؟ والناس اللي شغاله هناك مش قادره تطلع منه. ده زي كانه التاريخ بتاع اللبن ده يا شباب، زي كانه اول انتاج ليهم كانوا بيطلعوا هنا زبادي ولبن وحركات. ده المصنع. عايز اكمل اطير طريق. رحت فين يا عم؟ خلينا نجرب ننزل مره ثانيه. ما كنتش متخيل خالص اللي هيكون في حاجه هنا. لا يا عم انت عايزنا ننط على البيت. استنى، هو عايزنا ننط هنا؟ كويس، وبعد كده ننزل هنا. تمام. اوه نخلي بالنا من الكاميرات اللي هنا كمان. يبي حرام عليك يا كاميرات. اوه شوف المكان هنا سد. كاتب لك هنا الاكل. يلا نطلع هنا بسرعه. لا خلي بالك من القوقعه دي كمان، قوقعه شريره. بصوا عينيها، شوف الدوده اللي بتلف دي. ماشي عدينا منها ونطلع هنا فوق. انت نظام بقى دعوك فيكي. طب حلو كمل. ايوه طلعنا فوق، نقدر نشغل الزرار ده. ممتاز شباب، احنا شغلنا الانتاج. هينزل بقى لبن. دي الماسوره اتكسرت. طب حلو والله، تفيدنا كمان نطلع عليها سريع. طب وبعدين النازله تبقى عامله ازاي؟ عايزين نخلي بالنا. يلا نكمل زي ما احنا. مش عارف ليه حاسس انا مش مطمن، هيطلع لي حاجه كده فجاه تقول لي تعالي يا نحله وترجعنا تاني. انت دخلت ازاي في الماسوره عادي كده؟ الحياه حلوه. هو يا شباب ده مين ده كمان بيقف قدامك عادي يعني؟ انا فكرت هيكون يا عم بالاطباق بتاعتك جوا انت كمان يا عم، فكرتهم اشرار. طلعوا لا زي كنهم حد بيتحكم فيهم. فخان موت. حرام عليك يا مفترية. جرب تاني. يلا تاني مرة كمان. شايف دي تبقى صعبة قوي بالنسبة لي. يلا الله نعدي من دي الأول، ونخلي بالنا كمان من أيوه الكاميرا دي. أيوه يلا عدي. أوه الحمد لله طلعنا بالسلامة. عندنا في حارس هنا بس عشان في مكان تاني. شوف كاتب لك إيه على الحيطة، بيقول لك دي كلها كذبة. يا عم مش كلها كذبة، إحنا مش كلنا بنكذب، في ناس كويسة. ممكن واحد من كتر اللي شافه فشايف الناس كلها كده. وعندنا مكان كله هنا سد، لازم نعدي من عند ايوه الدبور اللي واقف هنا، ولازم اكمل من الطريق ده. ونخلي بالنا من الكاميرات. حرام عليك يا مفتري. لا ده هنا نشينا بمعنى الكلمه. عندنا في زراير بالهبل. طب هنعرف انه الزرار يفتح لنا انه باب؟ هنقعد نخمن يا شباب. ربنا يستر ما يكونش الزرار اللي هندوس عليه يكون ده زي تراب. قفل الباب ماشي اللي هنا، بس فتح لك الجنب التاني. خلينا نشوف ده. حلو جدا ده. انا كده تقريبا فكيت الحاجه. يلا زي ما قلت لكم انا في الالغاز نوب، قصدي محترف يا شباب. الحمد لله فكيتها بعد ما طلع عيني. بس يا كاميرا انت كمان. عايزين نطلع هنا فوق. يلا يلا بسرعه سريع. لا الخشب تتكسر. طب وبعدين؟ الطريق انا مش شايفه، بس اهم حاجه عدينا بس مجموعه الاسلاك الشائكه دي. يا حلاوه، يا احنا نطلع من لا احنا لسه كل ده جوه بطن العصفوره ما تنسوش، ودلوقتي هنخش جوه بق السمكه. يلا ام يا جمل اكلتنا. مين ده كمان؟ شوف بيقول لك الباسورد ايه؟ شباب قولوا لي الباسورد ايه؟ طب انا ما اعرفهاش. بيقول لي انا قلت لك هات الباسورد. سامعني ولا انت اطرش؟
اعمل نفسك من بنا يا عم، انا مش من هنا يا عم. شكله شك فينا شباب، ويمكن يكون طلع راجل محترم وحس بينا. اللي احنا مش معانا الباسورد نسيناها في البيت يا عم. هيسمح لنا؟ طب حلو والله، مشت الخدعة عليه. شكرا لك يا برنس. يلا ننزل في الاسانسير. والله طلع راجل محترم الحمد لله. يلا نكمل. طبعا انا شايب اضطرينا نكدب في الحتة دي لان هو ما كانش هيسيبنا، كان هياخدنا ويرجعنا للسجن تاني لان احنا منبوزين، ودول زي كانهم مساجين شايفين قاعد بتمرن ده ضغط. يا لعبك ده انت حشرة كمان اجسام. اكيد الحشرة السوسة دي بتحضر لفورمة السياح، انا عارفك. حتى انتوا كمان يا حشرات. مش حد رحم نفسه هنا. عايزين طيب نعدي؟ والله فكرت يعملوا لنا حاجة، نمشي كمان عند النار هنا. شوف اهلا وسهلا، والله مساجين محترمين. كمل زي ما احنا. شوف دي بتستخدم ايه ده؟ بتحضر العدة بتاعتها. بيقول لي انت الشخص المكروه. طب يا عم في ايه يا عم؟ وعارف انا الشخص المنبوذ. وبيقول لي انا شايفك ان انت مش لابس طاقية. شباب معنى كده للطواية بتبقى مثلا حاجة مميزة هنا؟ تفاجئنا شباب، بيقول لي الزعيم بتاعنا متوقع ان انت تيجي. يا حلاوة. فتحت الباب كمان. شكرا ليك. ما شاء الله. اوه ده البيك بوس. شايفين بقى الطاقية اللي هو لابسها فوق دماغه؟ المركب دي اللي حاططها على دماغه. مركب ورا حاططها فوق دماغه. سماها طاقية على كده. دي زي كأنها كلمة السر ما بينهم وبين بعض. بيقول لي هو انت بجد؟ وقاعد بقى بيقول لي انا بيك بوس ومش عارف ايه وبتاع، وفي نفس الوقت الناس اللي هناك كلهم مع بعضيهم وبيعرفوا بعضيهم ازاي شباب عن طريق الطواقي. واللي فاجئني اللي هو بيقول لي الطاقيه دي اللي احنا حاطينها المركبه اللي على دماغه دي لما يجي الكاميرات اللي بتعمل سكان ما بتكشفهمش، زي ما قلت لكم زي كانها باسورد، فدي حاجه كويسه. والمفاجاه بقى بيقول لي احنا عملنا مخيم هنا واحنا كنا مستنيين واحد زيك كده يكون منبوذ عشان يجي ينقذنا. يعني انت سايب كله ماسكني انا؟ ده انا يا عم انا نفسي ارجع لخريطتي تاني. وجايب لي الشرح على الخريطه، بيقول لي في كتير مننا حاولوا يخرجوا من العصفوره بس ما عرفوش. مفيش حد، كل محاولاتهم بتكون فاشله، فاحنا هنكون شباب الامل وهنساعدك يا صرصار انت تخرج من ابو اردان ده السوسه. ما تقلقش يا صرصار، امل ما ماتتش لسه عايشه. طبعا شكله هيدينا الطاقيه شباب، وهنستخدم الطاقيه دي اللي احنا نعدي من الحاجات اللي بتعمل لها سكان عشان نقدر نهربه من العصفوره اللي انا مش عارف اطلع منها لغايه دلوقتي. قاعد بيشرح لي الخريطه اللي هنقدر نمشي منها لحد ما نطلع من بقها. ماشي. وبعد كده المفروض نوصل لحد راسها. حاضر، نوصل للاساس. وبيقول لي هتيجي عند قلبها وتحط قنبله سخنونه عشان تعمل لنا مخرج نطلع منه. انت بتهزر صح؟ واعطاني كمان اللاسلكي عشان بيقول لي الموضوع كبير وخطر. شكرا لك يا عم الصرصار. فهو هيوجهنا شباب عن طريق اللاسلكي. فشكرا لك يا عم الصرصار، كمان طلع لنا الاسانسير. واللي اتفضل يلا يا عم النحله المنبوذه حاول تنقذنا. طب ما ينفعش ارجع تاني؟ ارجع في كلامي، انا مش انا منبوذ يا عم وراضي بكده. تلاش يا عم الصرصار، احنا قد التحدي وهنخرج باذن الله من ايه ده. انت استنى يا عم، بيتش كمان شكت كلام يا عم. هنخرج من ابو اردان ده، يلا نطلع هنا كده سريع كويس، نركب الاسانسير. عايزين بقى شباب نجهز نفسنا للموضوع الكبير، لانه احنا ماشيين في السكه اكيد هيقابلنا عوائق وهيقابلنا خواطر كتير. بس ما قاليش ازاي اتحكم في اللاسلكي. حرام عليك يا راجل، ممكن هو هيتصل بينا او ما نزنق. كان اطلع بس الاول السلم ده. اوه والله اتخضيت، طلع هنا زي كانها ماسوره مجاري. بيتصل بيا باللاسلكي. تيستن تيستن، الحقيقه انا احلام منبوذه، احنا بنجرب بس الراديو. يا عم انت هتفضحنا يا عم، افرض واحد شافني هنا. الراجل كتر خيره اعطانا معلومات مهمه، وفي نفس الوقت قال لنا خلي بالك ممكن يقابلك شويه حشرات شريره، وهي دي المدينه اللي احنا هنروحها ونكمل بعد كده للجزء اللي بعدها. قال لي اسم المدينه بس نسيته يا شباب. خلينا نكمل زي ما احنا ونشوف. عندنا هنا في براد شاي، ماشي نخلي بالنا. ايوه من في عندنا مجموعه بوكسات هنا رهيبه. شايف كده شحن هنستخدمها عشان نطلع فوق. ايوه نزوق البوكس ده، ربنا يستر. تقعد بقى تبني بوكس على بوكس. بس في عندنا زي سلم هنا. طب مش قشطه يا عم، مش تقول يا راجل من بدري. نقدر نستخدم هنا الحلو. استنى نطلع هنا بس الاول ونقدر نرفع الصناديق، هتكون اسهل لنا بكتير. ماشي نحط اول حاجه الصندوق الكبير ده ونحط ده جنبه كويس. وممكن نعمل لنا زي السلم يا شباب، ايه رايكم؟ ودول للاسف مش عارف اجيبهم، بس انا لو سبت دي هقدر انط جامب من هنا. يا شباب احنا ممكن نجرب. لا مش هينفع، التير بتاعنا مش هيظبط خالص. طب خلينا طيب انزل هنا الاول، ازق بس الصندوقين دول. حلو. طب ممكن نلعب زي باركور، يلا نجرب حظنا. ايوه اول واحده تمام، ثانيه للاسف بتعمل شغل اسطوري. كمل، وانا محتاجين نطلع ولا ننزل. خلاص وصلنا بالسلامه. نطلع هنا، وده شكله زي كانه شامبو بيستخدموه الحشرات. حتى الحشرات هنا بس مهتمه بنفسها، واحنا هنستخدمه هنا. شوف الحشره قاعده في الزباله. احنا بس نعدي نرفع السور ده. يلا بسرعه بسرعه بسرعه. تمام يلا ننزل سريع سريع. اجري بسرعه بسرعه بسرعه، حرام عليك كان هيفنشنا الغدار. ايه ده عندنا كمان باسكت هنا. ماشي نعدي من دي كمان ونطلع هنا جامب.
وعندنا هنا شباب في صندوق عملاق. استنى ده اكيد هننزله تحت. ده ما ينفعش ينزل، ده هو اخره هنا. استنى لحظه واحده، ما ينفعش ينزل في اي مكان. اه ينفع ينزل من الجنب التاني. اوه حرام عليك، اخذ الصندوق كله. طب وهنعدي ازاي دلوقتي؟ الخيار الوحيد ان احنا ننزل من هنا. ف اوه يا جدعان، والله ما كنت متوقع كده خالص. طب كويس ان الصندوق نزل هنا يا عم، وانا عمال ادور على مخرج نطلع منه. يلا. اوه شكله شرير ده يا مفتري. شوف الجن خنفسه، الجن تعالي. شكرا ليك يا خنفسه. يا مفتري انت بتصوت ليه؟ اول مره اشوف خنفسه بتصوت. تعالي 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 يلا. ايه يلا. ايه ايوه شكرا. ايه ايوه زدت لك العدو هنا. يلا تعالي بقى خلصي بقى. ايه يلا تعالي حزاي هنا. يلا يلا انا اهو. ايوه يا سلام، الله عليك يا خنفسه شكرا. ايوه جري تاني ارجعي، مع السلامه. اوه رنا من الخنفسه المجنونه. بس انا ده كمان مش عارف دي بتخضني. اوه يا جدعان عندنا هنا دود في كل مكان، ودود شرير، فعايزين نخلي بالنا ونعدي من دول. انا استنى احاول. يبي 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 يبي. والله عدي ده حلو، كمل زي ما احنا نعدي من دول كمان. بس احلى حاجه ما بيهجموش علينا. يلا نطلع على الصندوق ده، ونطلع على ده، ونطلع على ده كمان. اه المجنونه اهو. كمل كمل كمل. الحمد لله عدينا بالسلامه، وبعد كده نطلع من مجموعه الصناديق دي. شوف شفتنا في ايه اللي هنتحكم فيها؟ لا حرام نزلت. يلا كمل كمل. هو المكان هنا سد شباب، لازم يساعدنا. تعالى يا عم تعالى صوت هنا. ايوه واحد هنا كمان. خلص بقى. ايوه اوه الله عليك يا بطل. راح فين ده؟ كمل. كمل زي ما احنا. نطلع هنا فوق كويس، وعندنا آلة التحكم شغالة يا شباب. استنى عندنا مجموعة بوكسات، والتحكم بتاعنا اخره هنا. يبقى احنا ممكن نعمل لنا طريق من الناحية دي، نحط مثلا صندوق هنا كده على السريع. كويس انا عايز احدف بس الصندوق ده الاول يكسر المكان ده. اه طلعت الخشبة القوية. اشمعنى دلوقتي انت اوه شلتها؟ يا سلام شلتها خالص. ثواني انا عايز انزل عشان اشوف حاجة. هو في طريق من تحت هنا كمان ولا لا؟ لا في. في اللي انت تفنش نفسك شباب، ده احنا لسه عايشين. هو عايزين نخرج بقى هنا من المواد الكيماويه. هو بيقول لك خلي بالك من الدوده. يا حلاوه شفت الدوده اللي موجوده جوه؟ استنى استنى نعدي 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 بسرعه بسرعه. انا متنشن عليها. حرام عليكي، لا صعبه. يلا نجرب محاوله كمان. نقف هنا. ايوه يلا الله يا جيم يا جيم يا جيم. ايوه الحمد لله كمل. بعد كده فين؟ اه نطلع هنا. جم 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 بسرعه. نطلع هنا. ايوه الاسانسير اجري بينا. اوه اجري بسرعه بسرعه بسرعه. طلعني يا عم. انت بتعمل ازاي؟ شكلها البص يا جدعان. كمل ننزل هنا. طب وبعدين؟ هنفضل واقفين هنا كتير؟ اه شكرا ليكي. تمام نزلتنا، واحلى حاجه اتخبطت هي في الشوك. نكمل احنا زي ما احنا. كمل كمل يا بلازيز. يلا يلا بسرعه بسرعه بسرعه. طب الورق ده؟ الورق بيتعل الوزن وبالتالي احنا بنموت. يا مفترية انزل. يا مفترية مجنونة. ايه الدودة دي؟ مرحلة صعبة يا جدعان. ايوه انزل سيب الدودة. كويس سيبك بس من الورق، نستنى الورق بس يختفي. حلو نكمل زي ما احنا. يبي حرام عليك انت، يعني منشر عليا. يا مفترية مش ناقصة كفاية الزبالة اللي بتقع دي. اخر واحدة. اوه اوه مش مصدق وصلت بالسلامة. لا في اللي اصعب. كمل كمل. والله كانت جنبي. كمل كمل كمل. ايوه فين بعد كده الجنب؟ هنكمل فين؟ اصل ده بيت محتاس، ما مش اصلا سير ده. انا بدي دودة يا جدعان. هنزلني فين؟ ايوه اه في زي هنا ضغط. يا بنت استني اخد نفس. طيب المفروض شباب ندوس على الجهاز ده ونبدا نطلعه لفوق عشان نقدر نشغل الاسانسير. يلا يلا. طب اعمل فيك ايه؟ يعني احنا هنشغله وننزل تاني بسرعه. يلا نخلي بالنا. دي مش عايزين نقرب من الزرار، دي المحاوله الاخيره يا شباب. فينها فينها؟ تعال. لا المحاولة القبل الأخيرة دي كانت تستهبل. يلا يلا بسرعة. أيوة ابعد ابعد. اه هتبدأ تنزل وتطلع، احنا لازم نشغل الزرار كله. انزل يا عم خلص أنت كمان. أنت بتشتغل على حسب الزراير؟ واحد. أوه لازم ننط عليه النطاط بتاعتنا نوصله للآخر عشان يطلع بينا للآخر. اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. يا مفتري اطلع 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 انت كمان يا مجنون. تعالي بقى دوده فينك؟ ها ده منجلي والله. اللي سايق المركب ده راجل محترم.
ايوه احسن كده. ننزل هنا. هو يا عم الصرصان انت قاعد والله ولا في دماغك. خش هنا بسرعه. ايوه نخش في دي. طيب لازم نعوجها يا راجل. ايوه ايوه كمل كمل كمل. حلو حلو يا شباب. يلا يبي. نزلت في المواد الكيماويه تاني. ايوه ايوه صح كده. عملت طريق. لا 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 واحد كسر المتاع. ايوه نقف هنا بقى. ايوه لا طلعت دي كمان اصعب واسوأ منها. ايوه جام 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 جام. الحمد لله جام جام. لا مش ناقصين كاميرات بقى يا عم وجع دماغ كفايه يا عم. احب الموز انا. ليتس جو ليتس جو. ماشي احبه. لا اهم حاجه بقى عندهم نقطه 7. واحد اثنين. اوه كمان في ليزر. استنى بقى يا حبيبي لازم نطلع هنا الاول. يا ساتر. مش ناقصات مش ناقصات. اهم حاجه بس احنا طفينا الليزر ولا لا. والله المحاوله الثانيه يا شباب. يا رب تظبط يا رب تظبط. ايوه نط هنا. استنى لا. شوف الغلاسات بتاعته لمس فيا. اه بس طفيت الليزر. طب مش معنى المره فاتت ما طفاش. لا انت بتستهبل. انت كمان بتستغل الفرصه اللي لابو لاسايس. 7 بس كده شكرا. اطلع بينا يا عم الاسانسير جنتني. لا استنى استنى خلي بالك من الشرطه كمان. كمل اقف هنا. ده لو طلع افتح يا عم الباب. افتح الباب. ده مش باب كمان خزنه. ماشي نقف هنا. وبعدين مفيش طريق اساسا. اخيرا خلصنا من البص. بعد ما ننزل هنروح فين؟ طب ده هتكمل بينا ازاي؟ والله يا دودة محترم عشان كده عمال اشكر فيها من بدري بقت طريق. مين اللي كان بيقول عليها نوتي؟ يا دودة محترمة. بص عم اتنين كوبري اهو زي العسل. نطلع احنا. شكرا ليك يا دودة. اخيرا خلصنا عليها. هو بس ايه المكان الغريب ده؟ هو يا شباب نزلنا فين؟ اه ده نزلني في مكان تاني مختلف. شوفوا عندنا كمان مجموعه افران. طبعا يا شباب انا هقف لحد هنا. فلو عجبك الفيديو ما تنساش باب اللايك. عايزين يا شباب نوصل الفيديو ده 20,000 لايك عشان باذن الله ننزل لكم الحلقه الثالثه من لعبه النحله المنبوذه. وقولوا لي ايه رايكم في المرحله اللي لعبناها النهارده من اصعب المراحل. بشوفكم مره جايه مع فيديو جديد مع ايست تيوب جيمنج. يلا سلام.